فريق صقر الجروشي وهو يبلغ الأبطال العشاوس في معركة الوطية تحيات وثقة القائد العام في جنوده وضباطه وهم يحملون أمانة تحرير الوطن. ولقد كانت كلماته التي تتمحور حول تحية هؤلاء الأبطال وأن ردهم اليوم كان رسالة التي يجب أن تصل إلى السلطان المعتوه سلطان تركيا الذي كان يصرح بالأمس أن هناك أخبار مفرحة انتظروها من ليبيا. ومن المعلوم لدينا من خلال وسائل استخباراتنا أن الميليشيات كانت تخطط لهذا الهجوم منذ 3 أسابيع خصوصا بعد الهزيمة النكراء التي منوا بها في ترهونة، فكان لابد من البحث عن إنجاز. وقاموا بالإعداد لهذا الهجوم من 3 محاور. بدأ الهجوم مع ساعات مبكرة وتجمع بطريقة حيث يعني أن لا يتم رصد هذه التجمعات بعيدا عن العيون، ثم التقدم والتسلل للدخول إلى المنطقة. طبعا قواتنا كانت في الموعد، بدأت خطة القتال لدينا بترك هؤلاء الأرتال يدخلون في مصيدة النيران لقواتنا أو قوات المدافعة. وبالفعل كانت الصدمة الأولى لهم عليهم النيران التي أخذت منهم الكثير من المعدات ولقى الكثير منهم حتفهم، ثم كان ولم ينفعهم الطيران التركي المسير الذي حاول إنقاذ هذا التقدم ومنع التراجع. والمبدأ الثاني أو المفاجأة التي اكتملت وهو هجوم والاستفادة مما حصل بالنسبة لقواتنا لتجني نتائج الصدمة الأولى وتتبعهم بمفاجأة أدت إلى فرارهم ومطاردتهم. القتلى أكثر من 40 قتيل حسب إحصائيات وردت من مستشفيات زوارة وصبراتة والزاوية، حوالي 45 قتيل. وأغلبهم قادة محاور وقادة ميدانيين وأيضا من المجرمين المعروفين بجرائمهم التي ارتكبت والتي رأيناها في صبراتة وصرمان. أكثر من 64 جريح هذا عدا مرتزقة أردوغان ومن مات منهم، وكذلك باقي المرتزقة الذي يستعين بهم أسامة الملشواوي أسامة الجويلي. طيب سيادة العميد، هنا السؤال يطرح نفسه، هل سنتابع وسنشاهد حملة إعلامية وهمية كبيرة ستصف هزائمهم بالانتصارات عبر قنواتهم المدعومة من تركيا وقطر؟ تعود المستمع والمشاهد الليبي على فبركات الإعلام الملشواوي. فقط أنا أحببت هنا أن طبعا نقول أنه ارتقى إلى العلي القدير شهداء بكل تأكيد ونحسبهم كذلك، 4 شهداء على رأسهم الرائد أسامة مسيك الذين كانوا مثالا للبطولة والشجاعة وفي الدفاع عن القاعدة وعن الوطن وعن هذه الأمانة التي حملوها من العرش. طبعا إلى كل الشهداء وجيشنا بالتعازي لهم ولكل الذين قاتلوا حتى طبعا لقوا ربهم وهم يواجهون العدو الغازي الذي جاء من وراء البحار والذي يطمح إلى إعادة أمجاده في ليبيا. ولكن في ليبيا رجال، في ليبيا أبطال، في ليبيا قوات مسلحة أصبحت حقيقة، في ليبيا قد نتراجع في معركة لكننا أبدا لن نخسر حرب الوطن وسننتصر دائما بمعنويات مرتفعة وعالية. طبعا الإعلام الميليشياوي معروف بالكذب والفبركات، هذه مسائل لا نشك فيها. كل ما كانت هناك هزيمة كان طبعا البحث عن مبررات وخلق انتصارات. الليبيون الآن حتى أننا المدة الماضية ربما لاحظ الكثيرين أن الطيران التركي المسير أصبح يستهدف حتى المواطنين العاديين ويمنع حتى المواطنين من الحصول على رزاقهم سواء سائقي الشاحنات أو المناطق التي تحتاج إلى تموين وتحتاج إلى وقود وغيرها. وهذه أخلاق الأتراك الذين لا يهمهم ليبيا ولا يهمهم ليبيين، جاءوا لينفذوا أجندتهم ويسيطروا على البلاد
ولكن الحمد لله في ليبيا رجال وقيادة حكيمة، ونحن في الموعد حتى ننتصر ونحرر الوطن إن شاء الله. نعم سيادة العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.